خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح كتاب الكلم الطيب لفضيلة الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله لما عقد الفصل الذي يتعلق بما يقوله المسلم إذا أوى إلى فراشه ثم أتبعه بمن استيقظ ليلا ماذا يقول، عقد فصلا جديدا يتعلق بالرؤية المنامية التي يراها المرء في منامه، لمناسبة المقام لإيراد ذلك. فعقد فصلا فيما يصنعه من رأى رؤيا، وما الذي يقول، وما وبماذا يدعو، وأورد فيه جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بذلك. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يصنع من رأى رؤيا. قال رحمه الله: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت أبا قتادة بن ربعي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفس عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت بهذا الحديث فما كنت أباليها. وفي رواية قال: إن كنت أرى الرؤيا تهمني حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فلا يحدث به، وليكفل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر ما رأى، فإنها لن تضره. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله: فصل فيما يصنعه من رأى رؤيا. الرؤيا هو الأمر الذي يرى في المنام، الأمر الذي يراه المرء في منامه يسمى رؤيا، ويفرق بينه وبين ما يراه بعينه في اليقظة، لأن ما يراه في عينه في اليقظة يقال له رؤية مختوما بالتاء المربوطة، وما يراه في منامه يقال له رؤيا مختوما بألف التأنيث. فالرؤية في اليقظة والرؤيا في المنام. وما يرى في المنام، ما يراه الرائي في منامه، ينقسم إلى أقسام ثلاثة بينها العلماء ودلت عليها النصوص كما سيأتي معنا. القسم الأول: الرؤيا المفرحة التي فيها بشارة بخير وإدخال سرور على الرائي، بحيث يسر بما رأى ويستبشر ويفرح، وهذه من عاجل بشرى المسلم.
قد قال جمع من السلف في قول الله تبارك وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قالوا هي الرؤيا يراها المؤمن لنفسه أو ترى له. فالرؤيا المفرحة السارة التي تدخل السرور على الرائي أو من رؤيت له، هذه من الله، من الله عز وجل، منة وكرامة وبشارة معجلة لعبده المؤمن يفرح بها ويسر. وما كان من هذا النوع كما نبه السلف قديما يسر المؤمن ولا يغره، يسر المؤمن ولا يغره، يسر به ويفرح لأنه من البشارة، لكن لا يغتر، بحيث أنه إذا رأى رؤيا سارة أو رؤية له رؤيا أو رؤى سارة لا يغتر بذلك، فيدخل في تزكية نفسه أو تعلية نفسه، فلا يغتر، وإنما يسر دون أن يدخل عليه شيء من الغرور بسبب ما رأى أو ما رؤي له. ولهذا نبه السلف قديما قالوا الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، أن لا تكون سببا لغروره. النوع الثاني الرؤيا التي هي من الشيطان، ويقال لها في غالب النصوص الحلم، تفريقا بين ما هو من الله عز وجل وما هو من الشيطان، ولا يجعل لهما اسم واحد. فالذي من الله يقال له رؤيا، والذي من الشيطان يقال له حلم، كما سيأتي معنا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، ففرق بينهما، فما كان من الله سماه رؤيا وما كان من الشيطان سماه حلما. وهذا الذي من الشيطان هو عبارة عن تهاويل وأشياء مفزعة ومخيفة وأمثال مكروهة يضربها الشيطان للإنسان في المنام بحيث يفزع ويخاف تخويفا منه للمؤمن وتحزينا للمؤمن، كما قال الله تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه، قال فلا تخافوهم. فالتي من الشيطان هي تهاويل وأشياء مخيفة يأتي بها للإنسان في منامه، يهول عليه في منامه ويضرب له أمثالا في منامه، فمثلا يرى نفسه تارة في أرض مسبعة مليئة بالسباع والوحوش الضارية، ومرة يرى نفسه يسقط من مكان عالية، ومرة يرى نفسه يلقى في نار محرقة، ومرة يرى نفسه يطعن بحديدة أو بسكين أو نحو ذلك يفزعه ويخيفه في منامه، أو غير ذلك من الأمور وهي من الشيطان. القسم الثالث أضغاث الأحلام، القسم الثالث أضغاث الأحلام، وهذه في الغالب ما يكون من الإنسان في يقظته وأحاديثه في يقظته، يرد منها أشياء في المنام تكون من قبيل أضغاث الأحلام، مثل لو تحدث الإنسان مع زميل له قبل أن ينام عن مثلا حديقة وأشجار فيها، وأخذوا يحدث بعضهم بعضا عما في تلك الحديقة، ربما في منامه يرى نفسه في تلك الحديقة وتخطر عليه في المنام، فهذه تسمى أضغاث أحلام. فهذه أقسام ثلاثة. أضغاث الأحلام هي من جنس حديث النفس، من جنس حديث النفس، وهذه لا يترتب عليها شيء فيما يتعلق بالأحكام والآداب
التي تتعلق بالرؤية التي تكون في المنام. أما ما يرى في المنام بقسميه: الرؤية التي هي من الله، أو الرؤية أو الحلم الذي هو من الشيطان، فلكل منهما آداب، لكل منهما آداب جاء بيانها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وسنقف عليها من خلال الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله أولا في عنوان الفصل، قال: فصل فيما يصنع من رأى رؤيا. من رأى رؤيا له جملة من الآداب، ليست كلها قولية، بل منها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي. ولهذا لم يقل هنا فيما يقول من رأى رؤيا في منامه، وإنما قال ما يصنع، ليشمل العنوان جميع الآداب المستحبة لمن رأى في منامه رؤيا، سواء كانت الآداب قولية أو فعلية. لأجل هذا قال هنا فيما يصنع. أورد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا قتادة بن ربعي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. فرق عليه الصلاة والسلام بين ما يرى في المنام ويكون محبوبا سارا مفرحا بأنه من الله، وبين ما يرى في المنام من الأمور التي تحزن الرائي وتقلق الرائي وتكدر الرائي بأنها من الشيطان. وسمى الأول رؤيا وسمى الثاني حلم، تفريقا في الاسم بين ما هو من الله وبين ما هو من الشيطان. فالذي من الله يقال له رؤيا، والذي من الشيطان يقال له حلم، مع أن الكل رؤيا، الكل شيء رآه في منامه، لكن تفرقة فيما كان من الله وما كان من الشيطان في الاسم، فقال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. قال: فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه، يعني إذا رأى في منامه أمرا مكروها له، أمرا مفزعا مقلقا محزنا، وهذا الذي من الشيطان، قال: فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لن تضره إن شاء الله، فإنها لن تضره إن شاء الله. أرشده هنا في هذا الحديث إذا رأى ما يكره أن ينفث عن يساره 3، يعني يلتفت إلى جهة اليسار وينفث 3، والنفث فوق النفخ ودون التفل والبصق، فينفث أي يدفع الهواء بفمه مع شيء من الريق، يسير من الريق، فيفعل ذلك 3 مرات، يفعل ذلك 3 مرات، يبصق عن يساره 3 مرات. قيل في ذلك أن فيه إرغاما للشيطان، أن فيه إرغاما للشيطان الذي منه هذا الأمر، فينفث على يساره 3 مرات. وقيل إنما كان النفث من جهة اليسار، لأن الغالب في مجيء الشيطان من جهة اليسار إلى القلب الذي هو في يسار الصدر، فيأتي من جهة اليسار الجهة القريبة من القلب في الغالب، فقيل إن النفث إلى جهة اليسار هو لأجل هذا الأمر، النفث إرغاما للشيطان، ومن جهة اليسار لأنه في الغالب اتيانه من جهة اليسار قريبا من
القلب الذي هو إلى جهة اليسار. قال وليتعوذ بالله من شرها، يعني يطلب من الله أن يعيده من شرها وأن يحفظه من شرها وأن يسلمه منها وأن لا يكون لها أثر عليه، فيقول أعوذ بالله من شرها أو أعوذ بالله من شر ما رأيت، يتعوذ بالله تبارك وتعالى من شرها. قال فإنها لن تضره إن شاء الله، والأمر بإذنه ومشيئته سبحانه، فإنها لن تضره يعني لن يكون لها أي أثر عليه، لأنه استعاذ بالله، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن توكل على الله كفاه سبحانه وتعالى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن الراوي للحديث عن أبي قدائق عن أبي قتادة قال إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، إن كنت لأرى الرؤيا أي في منامي هي أثقل علي من الجبل، ثقيلة علي جدا، تتعبني تؤرقني، أهتم لها، هي في ثقلها علي أثقل من الجبل، يعني من شدة وطأتها وشدتها علي. فلما سمعت بهذا الحديث فما كنت أبالي بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها لن تضرك، إنها لن تضرك. وهنا نستفيد فائدة عظيمة جدا فيما يتعلق بمسلك السلف رحمهم الله، ألا وهو شدة قربهم من النصوص والسنة وثقتهم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وشدة طمأنينتهم له وارتياحهم لما جاء عنه، فكانت أثقل عليه من الجبل. وما أن سمع هذا الحديث تحول الأمر عنده إلى ماذا؟ تحول الأمر عنده إلى أن أصبح لا يبالي، يقول فما كنت أبالي بها، ما أهتم، كانت قبل قليل أشد عليه من الجبل، ولما سمع هذا الحديث أصبح لا يبالي بها، لا يبالي بها. فهذا يدل على قوة أثر السنة في نفوس السلف وشدة انتفاعهم بها، بينما بعض الناس يسمع الحديث ثم يخضعه للتجربة، وربما يقول قد وقد، وربما يجعل احتمالات، لم يكن على ذلك السلف. السلف رحمهم الله هذه طريقتهم، يقول كانت أثقل علي من الجبل، ولما سمعت هذا الحديث ما كنت أباليها، ما أهتم لها، يعني ما كأنه رآها. وفي رواية، يعني رواية أخرى للحديث، قال إن كنت أرى الرؤيا تهمني، يعني أهتم لها ويصيبني هم بسببها، حتى سمعت أبا قتادة الصحابي رضي الله عنه يقول وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني، يعني يصيبني مرض بسبب الرؤيا التي رأيتها من شدتها وشدة وطأتها علي، فكنت أرى الرؤيا فتمرضني، أي أمرض بسبب رؤيتي تلك، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فلا يحدث به، وليتفل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر ما رأى فإنها لن تضره. وهنا قسم عليه الصلاة والسلام ما يرى في المنام إلى قسمين، قسم صالح وقسم مكروه أو محزن أو مؤلم أو مؤرق. فقال عن القسم الأول الرؤيا الصالحة من الله، من الله بشارة لعبده، ومر معنا قول السلف قريبا في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال جمع من السلف هي الرؤيا يراها المسلم في منامه أو ترى له بشارة معجلة له في منامه. فقال الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب، إذا رأى أحدكم ما يحب يعني رأى في منامه شيئا يحبه، فما الآداب التي عليه أن يفعلها؟ قال فلا يحدث بها إلا من يحب، له أن يحدث بها، له أن يحدث بها،
كأن يقول رأيت في المنام البارحة كذا وكذا، أمرا مفرحا يحدث بها. لكن قال عليه الصلاة والسلام لا يحدث بها إلا من يحب، يعني إلا من بينك وبينه محبة في الله، إلا من بينك وبينه محبة في الله. قال العلماء يحدث بها من يحب، لأن من بينك وبينه محبة في الله يكون مأمون الجانب، مأمون البوائق، تأمن بوائقه، تأمن من أن يحسدك، أن يحقد عليك، أن إلى آخره. بعض الناس إذا كان قلبه سقيما أو ممرضا إذا حدثه أخوه برؤيا سارة حسده عليها أو حقد عليه أو نحو ذلك. ولهذا قال لا يحدث بها إلا من يحب، يعني لا تحدث بما رأيت في منامك مما سرك وأفرحك إلا من كان بينك وبينه محبة في الله. وهذا فيه فائدة، أن المحبة في الله تبارك وتعالى سبب لماذا؟ سبب لصلاح الأمور وزوال الأحقاد والضغائن والحسد وغير ذلك من المعاني التي لا يذهبها ولا يزيلها إلا التآخي في الله، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. فالأخوة في الله صلاح لأحوال الناس وذهاب للشرور. وإذا وجد الحقد، الحسد، الضغينة إلى غير ذلك من المعاني، فإن سببها نقص الأخوة الإيمانية وضعفها. قال فلا يحدث به أي بما رأى إلا من يحب، أرشده إلى هذا الأدب. وسيأتي أيضا آداب أخرى والتنبيه عليها. قال وإن رأى ما يكره، وإن رأى ما يكره فلا يحدث به، ما قال من يحب ولا من لا يحب، فلا يحدث به، يعني ما كأنه رأى ينساه، لا يحدث به، ينسى الموضوع، لا يحدث به أحدا، لا من يحب ولا من لا يحب، لا يحدث به، ينسى الموضوع تماما، يتغافل عنه ويتجاهله ولا كأنه رآه. وهذا فيه فائدة لك، لأنك لو أبقيت في نفسك وحدثت به الآخرين والآخرين يتحدثوا به أصبح أمرا مزعجا لك، مقلقا، يتفاقم الأمر ويكبر ويعظم. ولهذا قفل الأمر عليه الصلاة والسلام وأغلق الباب، قال فلا يحدث به، يعني انسى الموضوع تماما، فلا تحدث به أحدا، فلا تحدث به أحدا. وأيضا أبعده من نفسك، حاول أن تتناسى الأمر وأن تبعده من نفسك. قال فلا يحدث به، وليتفل عن يساره ثلاثا، وليتفل عن يساره ثلاثا. في الرواية الأولى قال فلينفث، وفي هذه الرواية قال فليتفل، والتفل أقوى من النفث. وبناء على هذه الرواية له أن يتفل عن يساره ثلاثة تفلات كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا قريبا أن هذا التفل المراد منه كما قال أهل العلم إرغام الشيطان، المراد منه إرغام الشيطان الذي يأتي بهذه التهاويل وهذه الأمثال المفزعة التي تخيف المرء في منامه. قال وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسبب في هذا التعوذ أن الرؤيا أو الحلم المفزع من الشيطان، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام قريبا والحلم من الشيطان، والحلم من الشيطان، فيتعوذ بالله منه لأنه جاء منه هذا الأمر المقلق المفزع، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من شر ما رأى، أي يتعوذ أيضا من شر ما رأى، يقول أعوذ بالله من شر ما رأيت، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيده من شر ما رأى. فإذا يستعاذ من الشيطان ويستعاذ أيضا من شر ما رأى في منامه. قال فإنها لن تضره، فإنها لن تضره، يعني لن يصيبه أي ضرر بهذا الأمر الذي رآه في منامه. وقوله هنا فإنه، اتيانه بهذه النتيجة مبنية على
الحيثيات المذكورة في الحديث تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا فإنها لن تضره، هذا يفيد أن من يترك هذه الأشياء قد تضره، من يترك هذه الأشياء قد تضره، قد يصيبه ضرر بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا فيه التأكيد على أهمية مراعاة هذه الآداب العظيمة المباركة التي تعود على المسلم بالأثر المبارك والحفظ والوقاية والسلامة. نعم. وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.